مساء الخير، اهلا وسهلا على حضراتكم، وكل عام وكل ام مصريه بخير، زي ما احنا بندعو لامنا الكبيره مصر انها تكون بخير. النهارده عيد الام، كل ام في حضنها ابنها او غايب عنها او دم روى هذه الارض الطيبه علشان تتحرر وتبدا صفحه جديده ونبني وطن جديد، بنقول لها كل سنه وهي طيبه. اللي عنده ام لازم يخلي باله او يفرح ويعرف قيمه الوقت، قيمه الوقت ان يكون جنبها اطول وقت ممكن، انه يروح يبوس ايدها ورجلها، ان تدعي له. ما تعرفوش قيمه انك تبقى خارج من بيتك وامك بتدعي لك يعني ايه، او تبقى ماشي في الشارع وعارف ان في حد عامل لك حمايه وحصانه طول الوقت. ما يعرفش ده غير اللي فقد امه، اللي اتحرم من وجود ام في مثل هذا اليوم او طول الوقت، هو اللي عارف بس يعني ايه قيمه الام. فياريت كل واحد بتشغله الايام او بيعتقد انها موجوده ايه اللي هيحصل، او بيعتقد انه ممكن يستغنى عنها، او مش مقدر هي بتعمل له ايه، يروح ويبوس ايدها ويقول لها سامحيني. ولكل ام بتتألم وتتقطع في يوم زي ده، لان في اليوم ده كان بيدخل ابنها يبوس ايدها ويقول لها يا ست الحبايب ويجيب لها هديتها. احساس صعب قوي، احساس صعب قوي هتحسه كل ام فقدت ابنها دلوقتي او قبل كده، في الثورة او قبل الثورة او بعد الثورة. كل سنة امهات مصر كلهم بخير. كان منظر رائع النهاردة وانا ماشي شايف المحلات عليها اقبال، محلات الورد، ناس كتير بتشتري وردة، حاجة دي نكهة مصرية، ده طعم مصر، ده حاجة ما بتحسهاش. لف الدنيا، سافر اي دولة، لا يمكن تشعر بهذا الاحساس الا في مصر. مصر الام، ده جمالنا، ده جمال هذا البلد العظيم. جايز انا بفتقد امي في مثل هذا اليوم، يعني كل ام هي امي، واقبل يدها وجبينها واقول لها كل سنه وهي طيبه. لكن لازم نحافظ على اليوم ده، والرجاله كمان لازم يحافظوا عليه. مراتي حريصه تقول لي لازم تخلي الاولاد يحسوا بهذا الارتباط، انت اللي تدفعهم لده. وفعلا انا بحس احيانا ما باخدش بالي، والاولاد هيتصرفوا لوحديهم، والاولاد الاجيال الجديده يعني مشغوله بالشات والبلاك بيري والنت وحاجات كده واصحابهم على التليفون وبتاع، لكن فكره الالتصاق او الارتباط او اللمه دي اللي ما هيعملهاش مش هتتعمل له. يعني الابن والابنه اللي عاشت في بيت ما بيحتفلوش بعيد الام، هيجي له يوم ويبقى اب ويبقى ام، بس مش هيعرف يعلم ده لاولاده، فهنقطع جزء من عاده اجتماعيه جميله وحميده. وده هيكون الجزء الثاني في حلقتنا النهارده، الجزء الاخير في حلقتنا النهارده. معايا اربع نماذج لامهات مصريه. لازم ابتدي بامهات الشهداء، هيكون معايا اثنين امهات شهداء، والده الشهيد الرائع زياد بكير. زياد بكير هو كبير مصمم الجرافيك في دار الاوبرا المصريه، واللي فضل غايب من يوم 28 بيدوروا عليه ومش لاقين جثمانه الطاهر الشريف. كان هو والشهيد طارق عبد اللطيف من الاسماء اللي انا كنت بطرحها كتير، واهاليهم كانوا بيكلموني على طول بيدوروا عليهم وبيلفوا المستشفيات، لكن كانوا موجودين في المشرحه باسماء مختلفه، واسره طارق هي اللي لفتت نظر اسره زياد. السيده سوسن محمود فؤاد، تلك هذه السيده العظيمه الرائعة اللي طلعت زياد، اللي عنده طفلتين، طفل وطفلة، وسيف الدين ومرت. سيف ومرت النهاردة يا رب يكونوا بيتفرجوا ويشوفوا تيتا وهي بتتكلم عن بابا، ولازم يفرحوا قوي وهم مع أصحابهم ويقولوا لهم بابا عظيم، بابا ضحى بحياته علشان هذا البلد، بابا خرج في الشارع علشان يقول لا عاوز بلد أحسن، فهو كان بيختار البلد الأحسن علشانهم، علشان مرت وعشان سيف الدين، حتى الاسماء. ف ما حدش هيعوضهم عن باباهم، لكن سيره باباهم ودم باباهم هو اللي هيعيشهم حياه افضل. ايضا هتكون معايا السيده ام الشهيد ابا نوب،
اللي كانوا بيسموه جرجس، بيطلق عليه جرجس سيدة مريم لطفي ميخائيل أبانوب. ده كان لسه متخرج من دبلوم معاه، عنده 18 سنة ما كملش 19 سنة، وكانوا بيستعدوا لخطبته، ومات وهو بينقل مصابين للمستشفى على موتوسيكل، يعني بيروح ويجرح مرة واثنين وثلاثة لحد ما جت له رصاصة غادرة وخاينة في راسه، فقد حياته برضه عشان هذا الوطن. أبانوب عريس في الجنة. معنا كمان أم طارق، وأم طارق هي أرملة من 18 سنة، عندها 3 أولاد، أكبرهم طارق وغادة ونورة، وهي موظفة. لكن أم طارق كانت حرصها في تربية أولادها شخصية غريبة جدا. الست دي العظيمة، أمي العظيمة دي، راحت في يوم من الأيام في شهر فبراير سنة 2008 قدام مجلس الشعب، وكانت بتحتج لوحديها، عاملة مظاهرة لوحديها على غلاء الأسعار. الست دي لأن كاتب عظيم وراحل زي مجد مهنا أثر فيها، في ذكرى وفاته كانت بتعمل قرص، قرص النور، وتوزعها في ذكراه علشان الناس تفضل فاكرة كل واحد قدم أو كتب حرف حبا في هذا الوطن. أما السيدة الرابعة فهي لم تنجب، ولكنها كانت خير أم، السيدة وفاء سليم، اللي اتجوزت راجل عنده 3 أولاد، 3 بنات، وقررت إنها تعيش حياتها وما تخلفش عشان تربي البنات دول وتربيهم أحسن تربية، وكبروا وهي معاهم، وهبت حياتها علشان تربي أولاد تربية صالحة. وقالت إحساس الأمومة بيجي من اللي بتديه، من العطاء. فدت وعاشت أم، وهتفضل أم. مش كل حد ما أنعمش عليها ربنا بنعمة الإنجاب، مش معنى كده إنه ما عندوش مشاعر يقدر يصدرها أو يعطيها لأحد. طبعا فقرتي الأولى بعد الأخبار مباشرة هتكون مع كاتبة من نوع خاص جدا، الدكتورة لميس جابر. الدكتورة لميس جابر لديها حس ساخر جدا في الكتابة وفي الرؤية، عاملة رؤية ما بعد الثورة لما يحدث في مصر. هي رؤية انتقادية حادة، ورؤية انتقادية ساخرة. عندها مخاوف كتير قوي، عندها مخاوف على ان الثورة تتحول لكابوس، عندها تصور ان الخوف الاكبر انك تبقى تحت حكم سلطة الشارع. بتقول دايما ربنا يستر. دكتورة لميس جابر النهاردة هنعمل بصة على المجتمع، هنخرج الثورة بمشروعها العظيم، وهنتكلم عن اللي حصل في مصر، عن اللي حصل في مصر من انفلات، من اتهامات، من تجريس، من فضايح، من تهزيء، من لغة لا تليق، من حالة ما ينفعش فيها بنا. لازم نخلي الثورة اللي عملت ده ونفكر احنا كمان هنعمل ايه. زي من امبارح من ساعة اعلان النتيجة وبدأ تحصل اشتباكات على الفيسبوك، وبعض الشباب مطلعين في اخطاء يا جماعة في الانتخابات، في الاستفتاء كان في اخطاء، بس اخطاء مش هي دي اللي اثرت. واتفقنا ان نعم ولا مشروع للوطن، في اختلاف رؤى، لكن هو مشروع لمستقبل مصر. عايز اقول بقدر الفرحة من ان نزل 18 مليون، بقدر برضو بعد ما هدينا وشفنا المنظر والزحام كان حلو، جايز ما كناش مستعدين، بس كام مليون ما راحوش؟ اكتر من 22 مليون ما راحوش ليه؟ طيب هفترض ان فيه 5 مليون ما عرفوش يصوتوا، الباقي ما راحوش ليه؟ اذا عندنا جزء سلبي لسه في المجتمع. قبل ما نبتدي نتكلم عن ان الاخوان نظموا نفسهم وراحوا كانت دعوتهم عاليه، ان الاخوه السلفيين، وحد بعت لي بيقول لي بقى الاخوه السلفيين فزاعه، مفيش حد فزاعه، المجتمع اتفتح خلاص، بس المجتمع اتفتح بضوابط مجتمع ليبرالي، مجتمع ديمقراطي، نحن نتحدث عن دوله مدنيه، كلنا عايزين نطمئن. فهذا هذه القوه المنظمه تستدعي ايضا ان الشعب كله يبقى منظم. يجب علينا الان ان نفكر ماذا سنفعل في الانتخابات البرلمانيه، كيف سنختار اعضائنا. اذا كنت خايف من ان في قوه مكتملة تشكل القوى الرئيسية اللي هتبقى في البرلمان وهي اللي هتغير، طب يا سيدي خلينا احنا كمان نبقى قوة ونختار نماذج ونقف وراها كلنا.
علينا ان احنا نشتغل على وعي الناس. اذا كنا بنتكلم على مجتمع فيه نسبه اميه وفقر يمكن استغلالها في الانتخابات، تعال نتحرك تجاه هذه المجموعات الكبيره التي تمثل ملايين في مصر ونتحرك عليها، ونحاول نفهمهم يعني ايه برلمان، ويعني ايه التغيير لما يتم احنا هنستفيد، ويعني ان المجلس ده يجب يتم انتخاب من هو مؤمن بخدمة هذا الوطن، عنده دور حقيقي. مش عايزين نقعد نعيط، ومش عايزين ننسب للإخوان أو لغيرهم قوة وكأن هم اللي قالوا نعم. هم قالوا نعم، بس في قوة من الشعب قالت نعم، لازم نحترمها زي ما لازم نحترم تماما القوة اللي قالت لا. والقوة اللي قالت لا مش قليلة، القوة اللي قالت لا هدفها وطني وكانت تجنح للمثالية، لا هي المثالية في المسألة. ونعم خدوا بالكم ان كان في جمله بتتقال فرقت مع ناس كتير، يعني قابلت ناس كتير بيشتغلوا في فنادق قالوا احنا رحنا قلنا نعم عشان يجوا سياح. ناس قالت نعم علشان يحصل استقرار ونلحق نشتغل وتيجي استثمارات. ناس فكرت كده، ولازم نحترم هذا التفكير، مفيش حد تفكيره سيء وحد تفكيره صح. كل واحد كان بيفكر في البلد بطريقه مختلفه، احنا هنا ما احناش في صراع، كان الحزب الوطني عايز ياخد فبيطفش الباقي. الصراع الحقيقي هو لخدمه البلد. فيجب نقف ونقفل هذه الصفحة ونفكر اللي جاي أصعب بكتير، اللي جاي أهم ألف مرة من الاستفتاء. عايزين نتكلم في الإعلان الدستوري اللي هيطلع ونطمئن أن المواد ستسير البلاد، دستور 71 خلاص، المواد اللي هتسير البلاد وهتحدد الانتخابات البرلمانية وهتضع ضوابط للمرحلة الجاية هيبقى شكلها إيه. احنا عايزين نتكلم في ده، عايزين من دلوقتي الأحزاب اللي هتنشأ هتلحق تجهز نفسها. طب هل الشباب اللي فيها قادرين وعندهم تدريب ولا عايزين يتمرنوا على الممارسه السياسيه في مصر؟ حدوته كبيره قوي محتاجه مننا جهد كثير. فخلونا نطوي الصفحه دي ونشتغل مع بعض كلنا. احنا الاعلام علينا دور جامد جدا، كل زملائي في الصحافه وفي التلفزيون وعلى النت عليهم مسؤوليه كبيره الان. ازاي نوصل للناس؟ ازاي نحشد الناس في اتجاه اختيار الشخصيات التي ستمثلنا في البرلمان القادم؟ عندي مجموعة